انا بقالي حوالي ربع ساعة زي ما بيقولوا كده تحت الهوا، مش بنرك، وبتكلم معاه في مشاكل وجودية، ودخلت في المنطق والفلسفة ولا حصل. ضرر ولا ضرار، وغالبا هنطلب شيخ الازهر نسأله قبل ما نسأل. انا ما كنتش متخيل، هو متربي قوي، بس انا مش متخيل متربي قوي للدرجات دي، لدرجه ان انا بساله احمد زكي اقول له الشريف عنده مشكله في يعني ما، وكان انا ههد هرم من الهرمين لو اخترت التاني يعني. فربنا يصبرني على الحلقه دي. ايه يا حبيبي؟ حبيبك حبك بورس يلا. ليه بس حبيبي؟ ابوي عمرو دياب ولا مايا دياب؟ ايه مستغربها قوي؟ طب ما انت كنت مستغرب احمد زكي ونور الشريف، ما هي كانت عاديه المقارنه يا اخويا وما جاوبتش. لا مقارنه مش كده، لا عشان انت بس بتقارن راجل بست. طب ما انا قبل كده قارنت راجل براجل وما كنتش عايز تجاوب. ايوه يعني لما تقارن راجل بست هجاوب يعني؟ طب انا انت هتجاوب امتى؟ اما انت هتجاوب امتى؟ يعني انا مش فاهم، يعني انت كده فهم لفيت انت السؤال يعني. انا لا انا عايز افهمك، انا ما سالتك راجل على راجل ما جاوبتش، سيرد راجل وست مقارنه ما جاوبتش. أيوة. طب اعمل ايه؟ اقارن بين الايه؟ الزواحف والبني ادمين؟ اعمل ايه طيب عشان انت تختار؟ اقول لي وبعدين؟ وبعدين ايه؟ ها؟ الحاج والحاجه اخلصوا في تربيتك لدرجه انا ربنا هيحاسبهم عليها، ايه رايك؟ عشان انت جبت لي سكر في الحلقه. ما تقولش كده، انت حد جميل. انا بقول لك انت اخويا يا جدع. يا حاج ويا حاجه ده كتير قوي الاخلاص ده. انت تربيه كتير قوي، والواد بقى بيبص تربيه واخلاق لما انا تعبت. انت حبيبي يا جدع. ده حاجه. ايوه. والاخلاق حاجه. طبعا. اللي احنا فيه ده حاجه. طبعا. احنا الموضوع اهلك من الهيافة يا طارق. يا حبيبي ما انا معايا. يا بابا انت وترتني، انا ما عش انا ما كملناش سؤالين. ده جديد بقى. ذا هيل. لو. طيب. يلا. ها مين ولا مين؟ السؤال اللي بعده. مين ولا مين؟ بالظبط بالظبط. ارجعوا بقى. ها. سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ انت مصر على ان انت وانا سالتك على حاجات شخصيه. الاثنين مصريين جامدين جدا. طب وانت ليه متعصب؟ انا اللي متعصب. ايوه انت اللي متعصب. لا انا اتعصبت عليك عشان حاجات ثانيه. دلوقتي انا مش متعصب. قول لي انت دلوقتي سيد رجب ولا خالد الصاوي؟ الاثنين مصريين جامدين جدا بجد. صدق انت فقعتها لي. مراره.